هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. امبارح شفت تعليق من التعليقات، ايش كاتب لي؟ طلع الحبريات واحد ونطيرن 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15. فعندنا هاي الطيره مقضبه، هسه لنا 15. طير لك، طير طير. هذا انطورت، شوف شلون الحكي. فطلعت اليوم، قلت هم خاف يجي هذا الفعل، احنا مطلعينهن، واذا ما اجى رماني فمو مشكله. طلع لنا الحبريات فين كانت عليهن، بس قدرني 2 4 6 8 10 12 14، وهاي وحده و15، وحده جواها فرخات ما طلعتها، بقيتها طلعت بس الفحل 16. وهناك عازل 2 ومطخة وفحل من مالات قديم ما يغير. هاي 18 بس وياهن الزبيري يعني. فاكو بعد وحدة نقص يعني من ذني 18 اللي جبناها من الحبريات، ما ادري وينها. نشوف بالله هذا اليوم الفحل يبين الرماني ما يبين، الله اعلم. البارحة كانت اكو عندنا كارتونة، تمام، صورت لكم اياها بالمقطع السابق، هسه راوكم اياها. نجيبنا الا كل قافلة الحبريات اللي بقينا ما مطير، من ترجوها ما منتبه عليها هنا، ما منتبه عليها قبل والله. المهم رحت لابو جنباز هنا البارحة بصفنا بالشرطة، فطبيت اللي لقيت عنده اراف المخاليف، لقيت عنده انا طلعت انا دائما اشيل بقميصي، بس لقيت عنده، لقيت عنده ارتليه نفس النيشان مال طيوري، هاي شوفوها تك طيره اشتريتها، وذني هم طيرتين بيض. قلت له بيش الطيره؟ قال لي ب 5000 دينار، تمام. والله شو طواير حلوه شباب، شوفوا طيره حلوه، هاي طيره حلوه. فاشتريت لي 3 اراف طواير، احنا مو منقصين شباب طواير، الا بلاب المو ورافض ما توقف. وصل يوصل، شوف الهواء، والله الفجة حلوة. هاي طيارة، وهاي طيارة المكعكلة، تمام، وهاي طيارة. ثلاثة طوائر ب 15 اللي ذكرتها، هسه ذني مخاليف نزوجهن على على النقوصات اللي عندنا. والله راحت، خلي همين نفتح الكياد اليوم، وبنفس الوقت عايشين بس ما صور يومي بين الرمان. وانا وشباب والله البارحة لحد المغرب يعني احنا ما نطلع قبل لا تظلم بشوية، الرمان فوقاي قبل لا تظلم هيك يعني، ما اعرف بشوية شيء بسيط الرماني كان موجود، وما اعرف يعني ما حد هو قناعته بعد. خلينا نشوف 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 38 32 34 35 واحد. يلا اللي يقدر يطير خليه يطير. استني شويه، صار لنا كم يوم بنصعدلهن، شويه نفتحها همي لنا يتونسن يطلعن يطبن. ذني الفرخات الجدة همي شويه نخفف اشكالهن. مو قلت لكم اكو نقص حبريه؟ ايات عازله ويا طوير ما ادري بيها، بس انتبهت على الحلقه اللي برجلها وقمزت بين صبوها. وينها؟ هيا هاي ما اعرف اذا اكو شي طار من التيادي. اذا 2 1 2 3 طائرات من التيادي، بس معقوله بس 3؟ ايش عجب بس 3؟ هاي فرخات، هذا صعد
نصعد الباقية يمين. زين هنا أنا. حتى خاف شباب تبقى الحبريات برا من تيرين هذا الطور همين يعني مال المسبح برا يبقى وياهن. خاف اطلع لي الشغلاني ونرجع نشوف شنو الدرس لان التياجي طاره من هنا اربعة شو بقني ثلاثة واحد هذا البانتيز مدري وين راح بس ثلاثة بقني هذا اني شنو اني حمر مخالف شادات مهزومة شوفوا التياجي هاي اثنين لاني اللي صار انا ويا الحمر وهذا الثالث بعد البانتيز محط واختفى مدري وين راح هسه احنا نحير بالرماني نحير بالبانتيز شباب دا اشوف ولد يعني تعليقات متناقضه واحد يقول لي تخاف على الطيور قبل البارحة شفت واحد كاتب بالمشمش الطير يعني واحد يقول لي أمجد ليش فاردين يضيع عن هسه ما افتهمنا هسه فاردين ويضيع عن وما نخاف لو ما نطير ونخاف مو انتو هم ثبتوا على رأي طبعا الحكي مو وجه للكل كم نفر دا اشوف تعليقات يعني انا هم انتبه على شغلة مثلا انا اشوف مثلا تعليق سلبي مو اقلب بالتعليق فاشوف التعليق تعبان فاكو ميزه يعني صاحب القناه شو يسوي يقدر يشوف هذا الشخص شو معلق قبل مو طبعا على حسابه تطلع كل تعليقاته فسبحان الله تطلع كل تعليقاته تعبانه فمن اجي اباوع له يعني اذا انت هيك يعني والله اذا على سبع ثمان مقاطع كل تعليقاتك سلبيه هذا البانتيز هذا البانتيز جهياته فاذا على سبع ثمان مقاطع انت كل تعليقاتك سلبية في المن متابع انه ده شوف صح غلط المن متابع فمرة ما اعرف يا شباب هذا البانتيس تعال خلي ضعوي الطيور حتى ذي هذا يلقف شوي يكشف عند الظهر هذا انا شنو حمر هاي لما اربعة سنة هاي مو حمر والله هاي مساكي مساكي مصبغ احمر وهالسوالف يعني من ذني جماعة الزرق والهاي خلي حطها ذني نصعد نطير الحمر شباب فكل يعني فمو اطب القى كل تعليقاتها تعبانة فعلى شنو انت متابعني خلي اوضح شغلة شباب ماكو احد يفرد طيور بعدها مملبنا يم هاي طيور تعتبر مازقة يمنا تمام فهاي الفردة مالتهم ضياع تعتبر هاي خلي نتفق عليها شغلة ثانية نتفق عليها انا دا افتحن غلط دا افتحن غلط لان طيور زينة اني قمت افتحن وما اهتم لان اشوفها تطش الطيور تروح تصعد وسبحان الله ترجع كلها ما تنطروحها لهذا السبب انا دا افتحها ولا هي هاي لو غير طيور كفيلكم الله ما تبقى دقيقة يمي تروح كلها لان ماكو احد الطيور جابها هلسها هسه ودت يبس فرد الطيره واحد وفرد الفحل واحد وده يفتحها بالفحله ويطيرها يعني هاي الشغله مو صحيحه انا مسويها انا دا اقول لكم شغله مو صحيحه بس انا ليش افتها قلت اربع خمس ايام عشر ايام ثمان ايام نفرد الطيور طواير واحد لان هاي الطواير دا تتمرض ليش كانت نايمه جوا كلها ما تلزم حلال ولا مقماط الفحل يجي ويكفز بيها وهي وضعيتهن تعبانة فقلت خلي افردهن اعالجهن اسبوع عشرة ايام وارجع اطبقهن كانت النية ما افتح الفحلة يعني افردهن اسبوع عشرة ايام يتعالجن بس الفحلة ما افتحها يعني نعالج ذني ونعالج ذني ترتاح الطواير وعلى حسب الاصول والفحلة تتعالج وهاي تتعالج وبعدين اطبقها سوية كم يوم وارجع افتحها صار لمرة مرتين فتحتها شفت الطيور ما تضيع شباب تصعد يعني نقصنا هسه احنا مثلا رماني قبل نقصنا تيك بس هذا مو ضياع يعتبر يعني هاي الطيور المفروض هسه يعني لان 72 فحل هسه اقول جوز باقي 70 71 ما اعرف يعني جوز المفروض يعني 30 ما يبقى من عندها صراحة بس لان هي خوش طيور درجة اولى
وعمي مو بس هيك كفي لكم الله راعيها، انا من رحت اشتريتها للطيور. شوفوا شباب يمكن ثمان شباب بالسطح ورجال كبير، هن طيور مال الرجال الكبير. فمن قلبناهن هن 150 طير عدل طلعن. فشوفوا انتو القرفة اكو عالم تعطيك طير قرفة. قال لي قلت له ياب بيهن اثنين ثلاثة شوية يعني صحتهن مو تمام. هو قال لي همين قال لي بيهن اثنين ثلاثة صحتهن مو تمام وبيهن اثنين مقاصيص ضايفين عليهن طواير. قلت له اي. فكان شي يقول الولد قال لي عمي مو اثنين ثلاثة وجعانات واثنين مقاصيص، ما بيهن اثنين مقاصيص، قال 10 واقعات من الاحساب، 10 طيور واقعة. فهيك يعني قرفة طيبة وحكاية حلوة من عنده يعني سبحان الله. حتى طيور توفقنا بيها، ان شاء الله توفقنا بيها. هذا المرض يصير ويا كل الطيور، يوم من الثلاثة ان شاء الله تطيب ونطبقها وما عندنا ايش. بس شوفوا شلون اجى وقع لنا 10 طيور بلا ما نحاكي، 10 طيور وقع. كلها اسباب بالبيع والشراء. يلا خلينا نصعد على الحمرة نشوف شكو ماكو فوق ذني راح يحطون هاي الاربعة. عايشين هذا الرمان صار له 3 ايام اربعة يهوس. اليوم الثالث يعني اليوم اذا بين ماكو هيجي. عشان التصوير من هنا حلو. هاي الفرقات هم صاعدات بين الثياد والكراس عراقي. شوف الحمر هذا الدب ان شاء الله نستخدمه بعد فترة اذا الله راد وسهل. لحظة هذا تشينا هاي ونطير الحمر شوية، صار فترة ما نطيرين. ما شاء الله الأراف لهم كبرانات هاي الألايج. حطه مني بقى بس هذا تشين، هذا اللي يسحل بروحه سريع الله يحط. هذا الفانتيز ما حط الله. هذا البانتيز حط هم حط. شوف هذا بتحاجير طفر، هذا مال الصيد وبقى وياهن. هذا اللي متعكه شوفوا المشمشي، هذا مال الصيد وبقى وياهن. شوف هذا الشاد همين مال الصيد. هذا الشاد شوفوا الحمد لله. يرحمنا ويرحمكم شباب. هم اعذرونا شوية مقصرين بالحمر مقصرين بالزاجل. ان شاء الله نصور لكم والله. البارحة اول فتحة فتحنا الزواجل صار فترة ندى يفتحنا خير. البارحة شو قال خلينا نبدي نفتحها كتابة بكيفك. شنو هذا مالتنا هذا؟ مثلا كانت ايدي هذا. ما بين الرمان اليوم شباب. نهائيا. عمي حقه شنو؟ من هو شنو؟ وين يريد بعد؟ طير بالصيف ثاني يوم ملزوم. هذا ختم اللعبة. فالواحد لا يتوقع منه بعد انه لازم يومين يهوش. زايدة من عنده اصلا يهوش يوم كامل. 24 ساعة يطير. زايدة من يمه. لا مي لا هاي كيف لكم الله صار صعدت بالسبعة هسه 7:15 يمكن. الا ما يتعطش. هذا صار بي خطية. بني شادات بيهن واحدة من الاثنين ما صيد والله وياهن واقفات. بس هاي المصبوغة اخضر ما ادري وينها، او حواليها ويا الطواير يمكن. اول جاي هنا بهذا برج الصيد ماكو. جوز ويا الطواير محاوليها. هاي الطواير طبعا شباب هلسناها احنا. وهسه نسل. ان شاء الله راح تكمل. للكمرليات.
كم شوف الطواير بيها كم كمر لي شباب؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمس كمرليات بيها الطواير. نياشين خمس كمرليات والشعلة البيضة. هاي النياشين مال الطواير. خمس كمرليات والشعلة البيضة. اللي بحلة بيهن الألاج وبدرينج. ألاج وبدرينج. والشامل القديم. اي علاج وبدرينج والشامل القديم والاشعل بلاج مو علاج اشعل بلاج والبدرينج والشامل القديم وهسه صار ميان زوجة رافل ذني المشاكل قلت لكم علينا مصبغات احمر اياتن وهم بيهن كمرليات يمكن اثنين هذا واحد حاط يمكن بعد بيهن كمرلي يمكن ما اعرف بيهن بعد اثنين كمرليات واشعل بسود والله متهي هنا صار فترة ما صعدتن والارافل والله الارافل اخذ انجلح ها هي بعد اخذ انجلح بعد ارافل والله هم حلوات خوتني ياشين شباب فتحت كلش للطيور عندنا كلش هذا البلجيكي ابو الثوم ابو الترتيبات هسه انطيت للفحل نص طاسه للطواير نص طاسه الاتيادي شويه بالقاع تطوير الخانات الارافل كل الفريتين على شويه شويه كلس صار فتره ما مطين عندنا هذا البحر طاير بقيه كلها حطت البانتيز جحاط وين البانتيز هذا البانتيزيات طبعا احنا نسميه بانتيز بس هو كراس بانتيز يعني هو ابوه امه تيدي وابوه بانتيز هذا ابوه وصل للموت ورجع عاش سبحان الله ايه وطار عندنا بعد فرخة فرختين تشينا ذاك تشينا هم حاط كلها حطت بس عندنا هذا الفحل طار هو ويا اثنين اثنين جني حطن وبقى هو طاير هذا حياته اشوف بالتعليقات الولد يكتبوا لي يابا ترى الطيور بيها ديدان شباب ما بيها ديدان يعني احنا انا ما جاي انطي علاج من حالي انا وديت تك وفحصته وهالامور هاي ويعني سالمونيلا 100% وصدف عندي هذا العلاج بالبيت اللي راويت لكم اياه اللي بدنا نعطيها هسه من يمه هو يشتغل سالمونيلا ويشتغل هواي شغلات وياه سبحان الله يعني هاي المرض هو واحد لكن شنو بيفد بعد يا ثلاث اربع امراض ما يبينن فهذا على اساس العلاج يقضي على الكل حتى مده العلاج ما 14 يوم هو 14 المهم بدينا احنا بها هسه يعني اليوم الخامس يمكن او الرابع بالعلاج انا ما راح اكمل 14 يوم احكي لكم العدل انا من اربع خمس ايام بعد اذا شفت الوضعيه تمام او تحسنت الطيور هسه البارحه شفت وحده بيهن وجعانه فد مره شلتها عزلتها فيعني بعد شويه بعد كم يوم ونرجع نطبق نطير وفعل بس صدق بعد ما افتح نهايه شباب نوصل مرحله كلش خطره خفت الفحلة وقامت تطير وكشفناها للطيور درجة أولى وكذا بعد نطبق نسويها كم يوم كل طيرة وفحل يطب حتى من نطبق ما افتحن بسرعة خلي كل فحل وطيرة يطبن بحلة وهاي ويستقرن يلا نفتح هاي الأرافل بس مطلومات يعني هنا كان من خالي نوي التيادي ما نفتحن فحاولنا على أساس نبدي نفتحها من الحبريات سبحان الله هذا الأحمر شنو هذا الاحمر خلينا نصعد له هذا هسه هذا حربنا ايه حربنا طار من يمه تلاف من ضمنهم هو هذا واحد
طيب من كم واحد فوق؟ رماني ما بين شباب، الزبيري ما بين، يعني ها انتهت الحفلة، يعني رماني اكيد انصاد والزبيري هم انصاد، يعني اذا اكو امل فد 2% 3% احتمال يبين الرماني، اما الزبيري لا انقطعت اخباره من البارحة، بارحة طب من فوق هاي الا زاجل حد له قبل عبالك ان دراعية اختفى. قول الاحمر كان فوق شو ساعتها طيرنا اختفى. شباب الجو شوية زين للامانة هسه شوفوا النياشيني شلونها شلون الوان سبحانك ربي، يعني اشعل بسود اشعل بحمر اشعل الاج اشعل بصفر، تجي على مثلا ارفلي باسود باحمر باصفر بالاج، تجي مثلا على شوامل باحمر باصفر بالاج باسود، يعني تجي على الزبيريات هم كل هاي الالوان موجوده سبحانك ربي، يعني كل طيور بها تلوينه، يعني هاي الطيور شباب مصنوعة هيجي، وهاي طفرات وراثية، يعني هذا مثلا البسود يغلط يشمر بأحمر مرة يطلع ينظر بالبحمر على البسود يشمر لك بصفر، البصفر يطبع على البسود يشمر على، يعني عجيبة هاي شغلة. حتى الزاجل شوف الزاجل هم بهاي الألوان، حتى هاي نوعيات الحمر تلقى أحمر تلقى جوزي تلقى هو هذا العلاج، يعني تلقى فد الألوان تلقى الاصفر عجيبه بالزاجل، هاي الالوان موجوده، كل الطيور تتقسم من هاي الاربع الوان. عشان هذا تعرف طلع قبل هذا مو ما عرفنا هذا الرماني، يمكن هذا الرماني والله شباب معقولة؟ هو رماني بس مالتنا؟ والله يمكن مالتنا، يعني شوية مالتنا ذيلا بيعواج، هذا هم ذيلا بيعواج، يعني إذا هذا طيرنا متأكد يبين فد شوية، وعلى الخطة مال الحبريات اللي فتحنا الحبريات فالمفروض يجي، ذاك راح والله بوجه خير، أنا ما يبين يمكن بعد، ما يبين، راح بوجه والله خير. يعني اذا طيرنا بنسبة 50-60% نشوفه بعد مرة، اذا لا والله مو طيرنا هذا راح هو ابو جبع بتيت الحفلة. هذا جوان احمر ايش هو؟ لا والله مو احمر هذا، هذا احمر رجع، شوفي حط على جيراننا، هذا مات هنا قبل شوي طهر من يمه ثلاثه، يجي هذا سيس الجنحه قبل حط عليه، هذا مو مات هاي شطاره منه انا، هاي الحبريات طير هذا من الزبيري اطير فيه حرك روحك طال حظك والله، الا مخلص راح ذاك راح اخو ذاك الرصاص شلون طير فوق هذا الحيوان، جوز بعدين يخف يطلع منه شيء الله اعلم، بس لحد هسه ما وراه شيء ابد، كل شيء ما وراه
ياته هذا يدوق وشي فعاليات. خلينا ننزل شباب على الجو نشوف شكو ماكو شنو الترتيبات. يعني حمر اربع بقان طائرات وهذا الطيران الزبيري. احنا مقصرين ويا جماعة الزاجل. خلي تكون الختامية من يم الزاجل. شباب لايكاتكم ترتيباتكم على الفاضي هاي. طبعا هذا البرج كان بيه اجنبيات تمام؟ هسه ما كنا فتح نسوي شال الاجنبيات من هنا. طبعا هو اخوي قال لي لا تعطيهن اكل. بس مو لهالدرجه يعني هسه ما ينطيهن اكل حتى من يرجع يفتحن. هذا الكراسي البنتيجه ياته هم موجود. فمجوعن كلش مجوعن. يبدي يعني يفتحن. مو هيك لهالدرجة. هاي طاتن هسه ثلاثة ابراج بنص طاسة. هاي جوعانات هذيا. حتى هاك الطيور ما راح يلحقن يبوقن دخناية. زين هنا اكو شمتين جوان فرق بس البارحه ضيعنا زاز والله. البارحه زاز ضاع من يمنا. هاي فتحناها العصريه شويه ما صورت لكم اياهن. سبحان الله طارن طار الزاز. صارن تقريبا اسبوع 10 ايام اكثر ما مفتوحات. وانفتحت على غفله بين فرخات شويه بالغه. والله قامن يطيرن الشالة عن زاز نفس هذا فرخ. ضاع والله. بس هم غبي يجي مرتين ثلاثة يريد يحوط ويعدي يريد يحوط. يعني انت المحطات مالتك عالي وكبير ومحطات مبين شنو بعد. تعال انزل حوط. ظل ما ادري شنو رايح جاي رايح جاي والله. وكل ما سبحان الله يصير قريب من يمنا يقب له الطيور يراون نفسهم. بس عمك الطيور تولي هذا من يطير. يعني زاجع على الاقل اذا ما تنصاد اول يوم على الاقل تجي ثاني يوم. يعني انت البارحه المغرب رحت ادري من اللي زمك بالليل يعني مثلا اكيد بديت لك على بيض غير ثاني يوم تجي طب من فوق انا تراوينا وجهك. يابا ترى البارحه بالغلط عبريت. يابا ترى تيهت ماندل من هالامور هاي اعتذارات. يابا يابا هلا بيك تعال. شو ماكو شنو لا بين لا شفناه. لاني خوات الزازات اللي شوف اليوم راح ينفتحن. سبحان الله احنا ما عندنا حظ بالزاز حتى. سبحان الله عندنا ذني الزازات هذا فحل واخته ما ادري اي هذا الفحل واخته سجلت الطيره بهاي السباقات اللي راحت سجلت اكثر من مره طبت بالعشره الاوائل اخذ الثالث ما ادري ايش قد النادي. سبحان الله طيرنا طارت ويا الطيور هنا بالمنطقة يعني من بيتنا كشينان للزواج العادي. هاي من نفتحن العصرية ما جت لي بعد. يعني لو مضروبة فد مكان لو شو شنو ما جت وما بينت. تخيل زاج الفاكي محافظات اجى الطيرة من سطحك يضيع. فما قاعد حضنا ويا الزازات ما تعرف ليش. هاي مزواجة صورنا لكم اياها حتى تكونوا مقصرين وياكم. شباب عيني تقريبا وصلنا لنهاية المقطع. الرماني مبين هذا اللي شفناه احتمال هو احتمال مو هو. هذا مالتنا بعد طاير الافتر. ايوه هذا الفحل. هذا اخو مال السيدية. ف يعني اتصور انتهت الحلقات مال الرماني وانتهت الذكريات وياه. وهو طير سوى العلي قصر بشغله واحده انه انت طبيت من فوق البيت اربع خمس عشر مرات. مره من مرات تسويها وحط ها تنكتب بالتاريخ انه انت رحت وسويت فعاليات
ويومين انت تفطر بالمنطقه وبطوله هاي اختمها بطريقه حلوه وتعال حط ما اعرف النهايه يحبكها صحيح. فاحنا دائما هي هاي النهايات الحزينه احنا كنا نتمنى تكون نهايه سعيده بس ما كملت. كنا نتوقع منه على هاي الفرارات اللي سواها ويحط بس على الشبكه وما ادري شنو يجي يرجع، لكن هو هذا هم العطش والجوع والتعب يأثر. يقوم الطير ما يوجد مرات، انت طيورك تروح تخبط وتجي مو يأذوها مثلا حسب الساعة هزيمة تجي طبن فوقك تطلع بوجهها ما مستوعبة شنو اللي صار يفتر راسها. فاحتمال هذا المر بهاي المرحلة. فهاي شو نسوي شباب؟ أنا شباب لا تنسون اشتركونا بالقناة شوية تأكدونا من الاشتراكات ولا دالة عليكم شغلة الاشتراكات. بس عندي يعني إحصائيات مال القلافة دا أشوف اشتراكات نازلة مشاهدات نازلة كل شيء نازل بالقناة بس ال حتى ال هاي مدى تصاعد 200 ألف ما أعرف شنو الموضوع. فشوية هلا بينا وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم جميعاً.